السلام عليكم، معكم ممدوح بشرح لكم comparison test 11.4. let's get going. وش فكرة ال comparison test؟ اوكي، فكرة ال comparison test ان اذا كان عندنا مثلا sequence، اوكي، b sub n كانت اكبر من او تساوي a sub n، تمام، وكلهم كانوا اكبر من الصفر، كلهم كانوا positive، تمام. فإذا هذا الشيء كان صحيح، إذا السيريز ويت، تمام، إذا السيريز حق b sub n كانت convergent، إذا السيريز حق a sub n راح تكون convergent. إذا السيريس حق A sub N كان divergent، إذا السيريس حق B sub N راح يكون divergent as well، تمام؟ أوكي، فبس أساس نوضح لكم فكرة الكمبارسن تيست. الكمبارسن تيست تقول إذا كانت عندي sequence B sub N كانت أكبر من A sub N، تمام؟ ف إذا السيريس حقها، حقت السيكونس هذه، إذا السيريس كانت كونفيرجنت زي ما راح نشوف بالأمثلة الجاية، A sub n راح تكون كونفيرجنت بعد. أما إذا الـ A sub n كان دايفيرجنت، فـ B sub n السيريس حقتها بتكون دايفيرجنت، تمام؟ خلينا نرسم لكم عشان نوضح. قبل ما نرسم لازم تعرفون أن العكس مو صحيح. يعني إذا كان هذا اللي هو السيريس حق A sub n convergent، هذا مو معناته ان B sub n convergent. اذا كانت B sub n convergent مو معناته ان A sub n divergent، عفوا، اذا كانت ان السيريس حق B sub n divergent مو معناته ان هذا divergent. وراح اوضح لكم بالرسم، تمام. تخيلوا عندي، خلنا ناخذ اللون، سيريس كانت اسمها B sub n، تمام، وكانت هذه رسمتها، تمام، فكانت convergent عند هذه النقطة، المكان هذا. حنا قلنا ان A sub n راح تكون اقل منها، صح؟ يعني المصفوفة A sub n بتكون اقل منها، زين، فغصبا عنها بتصير convergent. ليه؟ لان ما يمدي تتعداها، ما يمدي تقمز فوقها، ما يمدي تروح زي كذا، مو على كيفها، لا، احنا قلنا ان A sub n اصغر منها، تمام، فغصبا عنها تسمع كلامها وتصير مثلها، تمام. فاذا B sub n كانت convergent، A sub n بتسمع كلامها وتصير مثلها، تمام. لكن لو ان A sub n، تمام، كانت convergent زي كذا، تمام، B sub n يمديها تكون both، تمام، يمديها تكون convergent ويمديها تكون divergent، زين، فيمديها، لأن ما لها حد، ما في حد يقصبها، يمديها تمشي كذا، زين، بكيفها، تتحرك، تقامز، تسوي اللي تبيه، ما في حد غصبها، تمام، فممكن تكون convergent، ممكن تكون divergent. فعشان كذا القانون كان واضح، تمام، ان اذا b sub n كانت convergent ف a sub n غصبا عنها تصير convergent معها. اما اذا a sub n convergent مو شرط ان b sub n تكون convergent، فلازم نجرب اختبار ثاني. خلوكم من الحوسه هذه، خلنا ناخذ معادله ونفهم عليها، تمام، كيف نحل هذه المعادله، تمام. اعطاني معادله، قال لي يلا اكتشف لي convergent divergent، استخدم اي طريقه تبي في الحياه، تمام. فأنا بستخدم الكمبارسن تيست. كيف نطبق الكمبارسن تيست على هذه المعادلات؟ بكل اختصار بتاخذ المعادلة هذه ولازم نطلع قيمة نقدر نفترض أو نقدر نقارن فيها، لأنها هي مقارنة، فوين القيمة الثانية عشان أقارن فيها؟ فهنا يجي شغلك، زين، لازم تشوف المعادلة هذه وتطلع قيمة يمديك تقارن فيها. فلما تشوف المعادلة هذه 1 على 2n زائد 1، وش فيه قيمة غير مؤثرة، تمام؟ لأن إحنا بنروح للإنفينيتي، وش فيه قيمة غير مؤثرة؟ نلاحظ أن موجب واحد قيمة غير مؤثرة، هذا بيروح للإنفينيتي، بيطلع لي عدد مجنون، عندي هنا موجب واحد، وش موجب واحد؟ صح؟ فيمدينا نقول
عندنا واحد على اثنين سب ان، هذه قيمة مؤثرة جدا صح؟ فيمديني أقارن هذه المعادلة بهذه المعادلة، زين؟ ما راح أقارنها معادلة من كيسي، لا بجيب معادلة أقدر أقارن فيها من هذه نفسها، تمام؟ فعندك هذه المعادلتين، تمام؟ واحد على اثنين ان زائد واحد، واحد على اثنين ان. بنظركم من الأكبر بين هذول؟ لما تأخذون نظرة واحدة من الأكبر؟ بالطبع هذا بيكون أكبر. ليه؟ لأن كل ما كبر الدينومينيتر كل ما صغرت المعادلة، زين؟ كل ما كبر الدينومينيتر كل ما صغرت، فهنا الدينومينيتر يعتبر أصغر من هذا، فيمدينا نقول أن هذه أكبر من ذي، صح؟ فباختصار هذه طريقة الكمبارسن تست، تشوف المعادلة، طير الغير مهم، زين؟ وخذ لك جزء يمديك تقارن فيه المعادلة، جزء واضح انه اكبر فتقول انه خلاص هذا اكبر من ذا، ويلا بطبق الكمبارسن تيست. طيب كيف نطبق الكمبارسن تيست؟ خلينا نثبت ان هذه كونفرجنت، اذا قدرنا نثبت ان هذه كونفرجنت فهذه 100% بتكون كونفرجنت. طيب هل هذا الشكل يذكركم شيء؟ 11.2 الجيومتريك سيريز، اذا تذكرونها احنا قلنا اذا واحد على، إذا كانت عندنا قيمة واحد على أي شيء أس إن، يمدينا نفترض أن الواحد عنده أس إن بعد، صح؟ إذا الشيئين عندهم أس إن فيمدينا نرفع أو نغير شكل المعادلة إلى واحد على اثنين الكل أس إن. طيب ستيل هذا شنو يذكركم فيه؟ يذكرنا بالمفروض الجيومتريك سيريز. الجيومتريك سيريز تقول لي إذا كان عندي R، وعفوا الأبسولوت فاليو الR مرفوعة الأس إن، فعندنا حالتين. إذا الـ R إذا الـ R كانت أقل من الواحد، تمام، فرح تكون convergent. أما إذا عندي الـ R كانت أكبر من الواحد فرح تكون divergent، تمام. فخلنا نلاحظ R عندنا هنا وشو. لو نلاحظ R عندنا نصف والنصف أقل من الواحد، فإذا نقدر نقول أن هذه convergent، تمام. خلاص المهم ان احنا نعرف ان هذه القيمه اكبر من هذه القيمه، فوش نذكر قبل ان اذا عندي هذه القيمه اكبر من القيمه الثانيه، اذا السيريز حقت بي سب ان كانت اكبر من السيريز حقت اي سب ان، فاذا اذا هذه كونفرجنت هذه كونفرجنت. هذه فكره الكومبارسن تيست بشكل بسيط. أعتذر إذا لخبطتكم معاي، لكن الفكرة شوي بسيطة بس يبيلها شوية تدريب، تمام؟ تمام، هنا يقول لك حاول تعرف هذا الشيء، تمام؟ حاول تعرف شكل البي سيريز والجيومتريك سيريز، لأن إذا عرفت شكلهم بيسهل عليك هذا الدرس، لأن كثير أو جزء كبير من المعادلات اللي ممكن تمر علينا راح تكون فيها جزء بي سيريز وجزء جيومتريك سيريز نسحبه ونقارن فيه، تمام؟ فبس أعرف جزء كيف شكل البي سيريز واللي قلناها انه هو يكون واحد على ان اس بي، تمام، والجيومتريك سيريز اللي تو مرينا عليها. فشيء حلو انك تكون عارف هذا الشيئين لانه بتسهل عليك الفكره دي. حاولوا تحلونها وطابقوا حلكم معي اذا طلع صحيح ام لا، لنفترض انكم حليتوها، تمام. يقول لك determine whether the series converges or diverges، تمام. اول شيء بكم تسوونه شيلوا الاشياء الغير مؤثره. عندك هنا 4 ضرب ان وزاد 3، هل هذول يتقارنون بالانتربيع لما تروح للانفينيتي ولا يجون حولها؟ تمام، هنا عندك انتربيع، فان ضرب ان هذا شيء مره كبير، فعندنا هذا يعتبر سيجنيفيكانت تيرم، اما البقيات خرابيط يمدينا نسحب عليها، تمام. فيمدينا نطلع هذا الجزء برا، نقول 5 على 2 انتربيع، تمام، ونقول انه اكبر من الخمسة على اثنين ان تربيع زائد اربعة ان زائد ثلاثة، تمام. فكذا طلعنا شيء للكمبارسن تيست، تمام. انا ببسط الشكل زيادة حق هذا، بدل ما هو خمسة على اثنين تربيع بخليه خمسة على اثنين مضروب في واحد على ان تربيع. ليه سويت على هذا الشكل؟ لان هذا الشكل اذا يذكركم شيء فالمفروض انه يذكركم بالبي سيريز، تمام. الواحد على ان تربيع، البي سير شنو تقول لي؟ تقول لي إذا كان عندي واحد على ان اس بي، إذا البي كانت أكبر من الواحد فالدالة كونفيرجنت، إذا البي كانت أقل من أو تساوي الواحد فالدالة دايفيرجنت، تمام؟ فعندنا هنا وش؟ عندنا واحد على ان تربيع الاثنين أكبر من الواحد، فإذا هذه الدالة بتكون
convergent. تمام؟ فإذا هذه الدالة convergent إذا هذه 100% convergent. فيمديك تحلها كذا وتقول أنا حليتها باستخدام الـ comparison test. حاولوا تحلون هذا السؤال بنفسكم وتطبقون حلكم إذا طلع معي صحيح أو لا. لنفترض أنكم حليتوها. تمام؟ عندنا هذه السيريز. تمام؟ يقول لك take the series for convergence or divergence. حنا توصلنا في الدرس الماضي أن ln تمام؟ هنا كاتبها بk فراح نقول ln of k راح تكون أكبر من واحد. صح؟ حنا لو بنهاية الدرس 11.3 توصلنا لهذه النقطة لأن ln of k هي أكبر من واحد. لكن لازم نعرفه أن ln of k هي أكبر من واحد لما تكون n أكبر من أو تساوي الثلاثة. تمام؟ هذا شيء احفظوه أسهل أو يمديكم بس تجربوه من الحاسبة. تكتبوا مثلا ln of 1 بيطلع لك صفر. كيف تكون هذه العبارة صحيحة؟ تمام؟ ln of 2 بيطلع لك 0.69. ln of 3 بيطلع لك 1.09 فتصير صحيحة. هذا الشيء بس حطوه في بالكم. اليوم هذا احفظوه. ان ln of k راح تكون أكبر من 1 لما n أكبر من أو تساوي الثلاثة. تمام؟ هذا الشيء بس حطوه في بالكم. زين؟ خلنا نطلع دالة أخرى من هذه الدالة. وش يمدينا نطلع؟ دام عندنا بس k تحت فالدالة الثانية بتكون بس فيها k تحت. زين؟ وش يمدينا نحط فوق؟ ما يمدينا نحط شيء ثاني غير الواحد. زين؟ لأن هذه الدالة اللي يمدينا نطلعها ما في أي دالة ثانية يمدينا نطلعها بدل هذه الدالة. زين؟ أي الدالتين أكبر؟ لو نلاحظ أن هذه الدالة جبنا هذه النقطة على أساس نوصل لدي النقطة بكل اختصار بس أن هذه الدالة هي اللي بتكون أكبر. تمام؟ لأن من بعد الثلاثة يعني لأن هي بتروح للإنفينيتي خلاص هي بتطير وتصير قيمها جدا كبيرة مقارنة بهذه. هذه بتصغر تصغر 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 لأن بتكون إنفينيتي تحت. تمام؟ فأي رقم على إنفينيتي بيوصل للصفر مرده. صح؟ أو لأن هذه هرمونيك سيريز إحنا نعرف إنه ما راح توصل للصفر بس إن بتكون شو اسمه حلها غير معروف. تمام؟ أوكي ما أدري وش خربطته بصراحة. المهم إن هذه بتكون قليلة قيمتها لأنها واحد مقسومة على إنفينيتي. أما هذه بتكون إنفينيتي فوق على k. تمام؟ بس حبيت أوضح هذه النقطة لأنها موضحينها بسلايد وما أدري اللي أوضحها صراحة بس لازم تتوضح أساس تعرفون من الأكبر ومن الأصغر. فبعد توضيح هذه النقطة راح نعرف أن هذه هي الأكبر وهذه هي الأصغر. تمام؟ فعندنا هذه راح تكون B of N وهذه A of N أو عفواً A sub N. تمام؟ حنا نعرف أن هذه هي هرمونيك سيريز والهرمونيك سيريز هي دايفرجنت سيريز. بمعنى آخر هذه سيريز واحد على K مرفوع على أس واحد. تمام؟ هذا وش يذكرنا؟ يذكرنا بالبي سيريز. البي سيريز تقول لي إذا كانت عندي واحد على ان اس بي والبي كانت أقل من أو تساوي الواحد إذن هذه راح تكون دايفيرجنت. تمام؟ وهنا عندنا الكي أسها واحد فوش المفروض راح تكون؟ راح تكون دايفيرجنت. تمام؟ في بداية المقطع شنو قلت لكم؟ قلت لكم إذا A sub n كانت دايفيرجنت فبي sub n بتكون دايفيرجنت. طبعا في المقطع اللي فات حليناها باستخدام الانتجرال تيست. تمام؟ هذه طريقة ثانية باستخدام الكمبارسن تيست. لا أعتذر إذا شرحي ما هو واضح في هذا الدرس لكن قاعد أحاول أستعجل بشرحه قبل الفاينلز. تمام؟ عندي هنا فكرة اسمها The Limit Comparison Test. تمام؟ وش فكرة The Limit Comparison Test؟ صراحة فكرة حلوة هي صراحة ممكن تسهل لنا علينا. فكرتها أن تخيل عندي A sub N B sub N. تمام؟ فكرتها بكل اختصار إذا أنت اكتشفت أن وحدة من هذول تمام؟ كانوا convergent أو divergent فيمديك باستخدام limit comparison test تثبت أن كلهم convergent أو divergent. شوي باختصار إذا أنت مالك خلق تثبت أن هذه convergent تثبت أن هذه convergent على حدة باستخدام limit comparison test إذا عرفت وحدة منهم convergent يمديك تثبت أن كلهم convergent. كيف؟ يقولك suppose that عندك series A sub N و series B sub N وكلهم كانوا positive. تمام؟ إذا حطيتها في هذا القانون اللي هو limit as N approaches infinity ال A sub N على B sub N وعطوك قيمة C. C كانت finite number وكانت أكبر من الصفر
إذن both series إما converge أو diverge. فمثلا لو حطيتها وطلع لك قيمة معينة 4 2 1 5 إذا خلاص إذا ثبتت أن واحدة منهم كانت converge خلاص كلهم راح يكونون converge، لأنه ممكن تجيك مرة معادلة صعبة أنك تثبت أنها converge فتجيب واحدة أسهل منها وتثبت أنها converge بعدين تطبق limit comparison test. وشفنا هذا الشيء بالassignment، جتنا معادلات صعبة بالassignment فهذه سهلت الدنيا علينا. زائد في نقطة للأسف هذه النقطة ما لقيتها بالسلايدات تمام، فتعبتني هذه النقطة صراحة لما لقيت لها حل. هنا بس قال لك إذا كانت السي أكبر من الصفر تمام، ما جاب طاري إذا السي كانت تساوي الصفر. إذا السي كانت تساوي الصفر إذا كلهم راح يكونون convergent تمام. هذه مديه فكنا بأزمة من المعادلات. إذا سويت الليمت وجدتك قيمة صفر إذا اثنيتهم راح يكونون convergent. إذا سويت الليمت وكان الجواب ما لنهاية اثنينهم divergent تمام. هذه المعلومات من برا الكتاب من برا سلايدات، لكن لأن تدربت على مسألة من التوتوريال وطلع لي تساوي الصفر وما لقيت لها شيء بسلايدات، دورت وشفت أكثر من مقطع وتعبت صراحة. المهم أن أحفظوا هذا الشيئين معكم، أن إذا كانت تساوي الصفر إذا راح يكونون convergent، إذا كانت تساوي infinity فراح تكون divergent. خلنا نترك، خلنا نمسك المسألة هذه ونطبق limit comparison test تمام؟ تمام تمام. عندك واحد على اثنين أس إن سالب واحد تمام. خلنا نفترض أن هذه هي A sub N تمام. نبي B sub N. خلنا نأخذ مثال ثاني. زي ما عرفنا من الدروس الماضية يمدينا نحذف insignificant term وناخذ باختصار insignificant بس ويطلع لي B sub N صح. فراح يكون عندي B sub N هو واحد على واحد على اثنين أس N تمام. وحنا ندري ان هذه راح تكون convergent. ليه؟ باستخدام البي سيريس، ان او عفوا مو باستخدام البي سيريس، باستخدام الجيومتريك سيريس ندري ان هذه بتكون convergent صح. فحنا ما ندري اذا هذه convergent زين، وما ودنا نستخدم الكومبارسن تيست لان شكله خايس وممكن انه يلخبطك. فاذا درينا ان واحده منهم convergent نقدر نروح نطبق قانون الليمت تمام. نقول limit as n approaches infinity. اوكي احس ان في ناس متلخبطين تمام. احنا فوق بالدروس الماضيه كنا وش نسوي مقارنه بين ثنتين تمام، انكواليتي وطع طع طع صح. هنا انت يمديك تسحب وحده، اذا عرفت ان وحده منهم كونفيرجنت راح تطبقها بقانون الليمت زين، وسو اللي قلنا اذا كانت اكبر من الصفر فاثنيتهم كونفيرجنت، اذا كانت تساوي الصفر فاثنيتهم كونفيرجنت. طبعا اذا كانت اكبر من الصفر اما تكون كونفيرجنت اما تكون دايفيرجنت، اذا كانت صفر اذا تساوي الصفر فكونفيرجنت، إذا تساوي infinity فdivergent تمام؟ تمام أوكي معلومات كثيرة بس نشوف. فنقول limit الA، الA وشو اللي هو واحد على اثنين أس N سالب واحد الكل على اللي هو واحد على اثنين أس N. طبعا يمديك تكتب القانون بشكل أفضل بدل ما هو كذا، يمديك تقول أن limit as N approaches infinity الA sub N مضروب في مقلوب البي سب ان، على اساس اذا ما تبي تتعامل مع القسمه، لان احنا مردنا بنحول القسمه الى ضرب فهذا شكله احسن تمام. فخلنا نتعامل معه لان احنا بنحول القسمه ضرب بكل الحالتين تمام. فبنقول ان اي سب ان اللي هي واحد على اثنين اس ان سالب واحد مضروبه في مقلوب البي اس ان اللي هو هذا، فبس بنقلب الكسر او البسط وبحطه فوق بالنهايه لانه ضرب تمام. ف الآن علي إني أجيب الليمت حق هذه المعادلة تمام. إذا تذكرون من درس 2.6 limits at infinity هذا بيكون insignificant، فبس نتعامل مع significant terms تمام. فعندي significant terms هذول هم اللي هم 2 أس N وعندي تحت 2 أس N، فيمديني أقسم المعاملات حقاتهم لأنهم هم significant terms. قد شرحت هذا بالتفصيل بدرس 2.6، لازم يكون عندك أساس كويس باللمت سات انفينيتي. فيمديني أبسط على نفسي في هذا الحل وأقسم 2 على 2 فقط ويطلع لي الجواب 1 واللي هو أكبر من الصفر، وأنا أدري أن واحدة منهم convergent فبوث راح يكون convergent تمام. أوكي داري أن ممكن أخبطتكم، بس هذه هي فكرة limit comparison test تمام. عندك دالة convergent تبي تتأكد ان الثانية convergent وانت ما عجبتك الطريقة اللي قبل تستخدم الليمت
وبالنسبة لي هي أفضل صراحة تماماً أنك تستخدم الانيكواليتيز. فإذا عرفت أن واحدة منهم فقط واحدة منهم كانت convergent رح على طول طبق القانون. تمام؟ طبق القانون اللي هو limits at هذا. إذا طلع لك أكبر من الصفر فخلاص، وإن دريت أن واحدة منهم convergent فخلاص كلهم convergent، دريت أن واحدة منهم divergent وطلعت لك أكبر من الصفر فخلاص كلهم divergent. تمام؟ ساوت لك الصفر كلهم convergent. تمام؟ ممكن تحمد المعادلة وطلعت لك تساوي الصفر، يلا كلهم convergent. تمام؟ إذا طلعت لك الـ limit يساوي infinity فكلهم divergent. المهم أتمنى أني فدتكم في هذا الدرس، ولو أني لخبطتكم حضرت لكم معلومات كثيرة بس تدريب قليل. أتمنى أني فدتكم، الله يوفقكم يا رب.